اهلا بك استاذ سيف. اهلا وسهلا، احييك اخي ضيوفك الكرام استاذ المشاهدين والمشاهدات. حياك الله استاذ سيف. ودي يعني طبعا انجازات وطنيه لا تنسى، وانجازات وزاره الاسكان هي ما تملأ الفضاء في يعني فضاء الإعلام بسرعة الإنجاز والتسليم وغير ذلك. ودي يعني تحدثنا في البداية عن مشاركة وزارة الإسكان في الجنادرية 33، ودنا لو استعرضت لنا جناح الوزارة في الجنادرية والخدمات اللي تقدمها في من خلال الجناح. نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا بكل تأكيد الجناح المشارك في مهرجان الجنادرية لوزارة الإسكان يضم مجموعة من الخدمات والمبادرات التي نعمل من خلالها على خدمة المواطنين والمواطنات من زوار المهرجان. نتحدث على سبيل المثال عن برنامج سكني الذي يقدم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وأيضا الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك الأراضي المجانية بالإضافة إلى القروض العقارية المدعومة التي تتيح للمستفيدين الحصول على خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق أو البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو حتى تمويل القرض القائم لمن سبق لهم الامتلاك أثناء انتظار دورهم في الدعم السكني. طبعا بالإضافة إلى ذلك، طبعا برنامج سكني خلال العام 2018 تمكن من توفير أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي، تضمنت كافة الخيارات التي ذكرناها قبل قليل. شملت الحمد جميع مناطق المملكة. نراعي بكل تأكيد تكون على سبيل المثال الوحدات السكنية تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 ألف إلى 750 ألف بما يتناسب مع القدرات الشرائية للمستفيدين الدعم السكني. أيضا نحرص على التنويع في خيارات الوحدات السكنية بحيث تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس مساحات متنوعة ومواصفات عصرية وتصاميم متميزة. أيضا على مستوى الأراضي المجانية نلبي هذا الخيار للمواطنين وغيرها من الخدمات الأخرى في إطار برنامج سكني تحديدا. على صعيد المبادرات والبرامج الأخرى، هناك مجموعة من البرامج التي تأتي في إطار تنظيم قطاع الإسكان وبالتالي خدمة المواطنين في كافة المناطق. على سبيل المثال برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي تم إقراره على أكثر من 400 مليون متر مربع في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة. أيضا برنامج إيجار الذي يحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ورصيد عقاري بتوفير عقد إيجاري موحد يعامل كسنة تنفيذي. إضافة إلى الإسكان التنموي الذي يستهدف خدمة الأسر أشد حاجة والأسر ذوي الدخل المنخفض، وكذلك برنامج اتحاد الملاك وفرد الوحدات وغيرها من البرامج الأخرى التي نسعد بخدمة المواطنين بها من خلال جناح الوزارة المشارك في مهرجان الجنادرية. ما شاء الله عليك أستاذ سيف، يعني جميع ما كنت أود أن أسألك إياه ذكرته في هذه المداخلة وكان شاملا لعدة أمور. وفقكم الله أستاذ سيف في هذه الوزارة، إن شاء الله يعني تحققون آمال المواطنين إن شاء الله في يعني بشكل يعني بخلال المراحل القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ سيف. شكرا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.